اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو ان شاء الله راح نناقش اللونج مان توفل بريبريشن كورس ذا بيبر تيست ريدنج كومبريهنشن سكيل نمبر 5، وبهاي السكيل راح نناقش البروناون ريفرنت. الريفرنت ريفرنس ممكن يجيكم على الحالتين نفس الشيء، فخلينا نشوف هالمهارة شو بتطلب منا، كيف نوعية الأسئلة اللي ممكن تيجينا بالريدنج كومبريهنشن، كيف نقدر نميز السؤال، وكيف نقدر إن نطول الحل تبعه. هلا بيسكلي لما بتجينا سكيل 5 اللي هي فاين بروناون ريفرنت، بيطلب منا السؤال واحد من الأشياء التالية. يا إما بيسألك البروناون اللي بين أقواس أو اللي تحته خط مثلا في السطر الفلاني، في سطر 5 أو في سطر 10 أو في سطر 15، بيرجع لأي اسم من الأسماء التالية، على أي اسم من هاي الأسماء التالية، وبكون معطيكم 4 خيارات وانت بدك تختار الاسم اللي بيرجع عليه هذا البروناون. وممكن السؤال يكون انه في البروناون ضمير محطوط تحته خط في سطر معين او في فقرة معينة، بقول لك انه البروناون اللي تحته خط في الباراجراف الثانية او في الباراجراف الاولى مثلا بيرجع الى، وبيعطيك 4 خيارات من الأسماء وانت بدك تحدد اي اسم بيرجع عليه هذا البروناون او هذا الضمير. هلا كيف خطوات الحل؟ طبعا من السؤال مبين واضح جدا انه هو ما بيلزمك تقرا ولا شيء، بس بدك تقرا السطر اللي موجود فيه هذه البرونون. طبعا كيف نقدر نلاقي الاجابه الصحيحه؟ اول شيء زي ما حكينا بدنا نشوف البرونون في اي سطر موجود ونقرا جملته، جملة البرونون. هلا احيانا البرونون بيكون موجود في بدايه السطر، يعني هو بيكون في اول السطر بعد النقطة مباشرة، فما في اشي قبله، فبهاي الحالة انا بدي اقرأ الجملة السابقة لإله مش جملته هو. معناته اذا كان البرونون في نص الجملة او في اخر الجملة انا بدي اقرأ الجملة تبعته من النقطة للنقطة اللي هو موجود فيها، لكن اذا كان الضمير موجود في بداية السطر يعني قبله موجود نقطة، فانا بدي اقرأ الجملة اللي قبله مش الجملة اللي هو موجود فيها. تمام؟ يعني اذا بداية السطر هي، معناته هاي اللي هي بتعود على اشي في الجملة السابقة مش في جملة اللي هي نفسها، لكن اذا كان اللي هي موجودة في نص الجملة او في اخر الجملة فبهاي الحالة انا برجع للجملة نفسها اللي موجود فيها هي او ذات او ذس او الضمير اللي هم حاطين لك يا بين اقواس او تحته خط. تاني خطوة بدي اعملها انه بدي احدد هل البروناون هذا الضمير اللي هم حاطين تحته خط، هل هو مفرد ولا جمع؟ هل هو مؤنث ولا مذكر؟ هل هو عاقل او غير عاقل؟ يعني على حسب الضمير، تحديدي لنوعية الضمير بيحدد لي تقريبا نص الجواب. يعني اذا كان هو مؤنث معناته اي اسم مذكر سابق له ما بدي اياه، اي اسم مذكر في الخيارات مش راح يكون هو الاختيار الصحيح. ثالث خطوة انه بدنا ندور على الاسم المناسب في الجملة السابقة للبروناون قبل البروناون، يعني انا ما بتطلع ايش في بعد البروناون، انا دايما بتطلع قبل البروناون. هذا طبعا بيساعدني لانه اذا كان في واحد من الخيارات موجود بعد الضمير، يعني الضمير تحته خط they، وواحد من الخيارات اسم جمع لكن هو موجود في الجملة وين؟ موجود بعد الضمير، فهذا اوتوماتيكلي بيكون غلط وانا بشطبه، فبختصر على حالي بعض الخيارات. انا بدي شرطه انه يكون موافق له في النوع، في العدد، في الجنس، وكمان يكون قبله، يعني ما يكون وراء، يكون قبله. زي ما حكيت هاي كتير مهمة، إذا كان الضمير في نص الجملة أنا بقرأ جملة الضمير نفسها بس من نقطة للنقطة، وبدور قبل الضمير على الاسم المطلوب المناسب للعدد للنوع للشكل، اوكي. لكن اذا كان الضمير في بداية الجملة يعني قبله نقطة، فانا ما بدي جملة الضمير نفسه، انا بدي الجملة السابقة من النقطة للنقطة وبدور على الاشي المناسب. يعني اذا كان الضمير مفرد بدور على اسم مفرد، اذا كان مؤنث بدور على اسم مفرد مؤنث، اذا كان جمع بدور على اسم جمع، وهكذا. فهيك طريقة الحل. هلا بدنا ننتبه على أشياء معينة، إنه في بعض الكلمات هي بتشتغل كضمائر، اللي هي أسماء الإشارة demonstratives مثلا، هي بتشتغل كضمائر في الجملة، يعني ممكن يجيك الخط مش تحت ضمير عادي من السبعة اللي إحنا بنعرفهم. هلا الضمائر السبعة الأصليات اللي هم هي she it you I we أوكي وthey طبعا، هدول بيكونوا كأشكال subject pronouns، لكن في منهم object pronouns، مثلا هي بتصير him، الشي بتصير هير، الذي بتصير ذم، فبدنا ننتبه على اشكالهم، انه هلا الهي والهم نفس الاشي، هم
مفرد مذكر. بيعودوا على مفرد مذكر. الذي والذم نفس الاشي، سواء كان هو سبجكت او كان هو اوبجكت، هو بيرجع لاسم جمع. اليو الاس والوي نفس الفكرة، يعني وي بتكون نفس الاس، هي بتعود على جمع، لكن انا المتحدث بيكون جزء من الضمير. شي وهير نفس الفكرة، بيرجع على اسم مؤنث مفرد. اوكي، فهم ما فرقوا عن بعض، سواء هو subject pronoun او object pronoun، هم ما راح يفرقوا في الاستخدام او على ايش هم عم يعودوا. يعني ممكن يكون حاطط لك الخط تحت شي، حترجع على مثلا منى. اذا حاطط لك الخط تحت هير، برضو حتكون منى، لانه هير وشي هم نفس الضمير، لكن شي subject وهير object. واحنا بنعرف الفرق بين subject و object، انه subject بيجي قبل الفعل، الobject بيجي بعد الفعل فقط لا غير، هذا فقط الفرق الوحيد اللي بيناتهم. لكن الضمير نفسه ما بتغير. يعني منى بتيجي قبل الفعل بيصير اسمها subject، منى اذا اجت بعد الفعل بيصير اسمها object. هو مجرد اسم موقع يعني. هلا لانهم ضمائر بغيروا شكلهم، لكن هم فعليا ما بغيروا وظائفهم، انه على ايش بيعودوا. اللي بدنا ننتبه لهم اللي هم this و that و this. اوكي، هدول بيكونوا يعني هم بيعودوا على اسماء، لكن هم مش ضمائر بالمعنى الصحيح يعني، فبدنا ننتبه لهم. هلأ these و those إذا أجونا في نصف الجملة أو أجا وراها اسم، عادة بيجي وراها اسم، يعني إذا أجوا في بداية الجملة سوري أو في نص الجملة، بيكون وراهم اسم جمع plural noun. هلأ في كل الضمائر لما يكون السؤال بيعود على الضمير، إنه هذا الضمير عايش برجع، أنا دايما بدور على الاسم قبل الضمير. اوكي، لكن these و those حالة خاصة، بيجي وراهم اسم جمع، هذا اول شرط. ثاني شرط انه اذا كان الخط محطوط تحت those او الخط محطوط تحت these، فهم بيرجعوا على الاسم اللي جاي وراهم مباشرة، اللي جاي بعدهم على طول. اوكي، ما بدور قبلهم، بدور وراهم مباشرة. ونفس الاشي this و that، لما يجوا في بداية الجملة او في منتصف الجملة بيكون وراهم اسم مفرد. يعني this boy، these boys، that computer، those computers. وإذا كان الخط محطوط تحت that أو محطوط تحت this، في هاي الحالة بيرجع طبعا على الاسم المفرد اللي بيعود وراهم. فهاي من الحالات الشاذة بدنا ننتبه لها، لأنه عادة لما يكون الخط موجود تحت they مثلا، أنا ما بدور وراها، أنا بدور قبلها، الاسم تبعها لازم يكون قبلها. لكن these و those، this و that، الاسم تبعهم بده يكون وراهم مباشرة، لكن بشرط يكونوا في بداية الجملة أو يكونوا في منتصف الجملة. طب إيش بحال إنه this و that أجت في آخر الجملة؟ زي ما أنتوا شايفين أجا وراها نقطة، يعني فيش اسم وراها أصلاً، فهي بهاي الحالة بتكون بتعود على الجملة كاملة أو على الأكشن، على الفعل اللي موجود في الجملة السابقة لإلها. يعني أنا عندي جملة آخر كلمة في الجملة this وراها نقطة، و this محطوط تحتها خط. هلأ هاي this بدها تعود على الجملة السابقة اللي قبلها مباشرة، جملتها نفسها يعني، أو الأكشن الموجود بها الجملة. مثلا في عندنا مثلا مثال she broke the window and her father punished her for that. لاحظوا انه ذات موجودة في آخر الجملة، فهي فعليا عم ترجع على الأحداث كلها، على الحدث انه she broke the window، فهو أبوها عاقبها على شو؟ على breaking the window. فاهمين كيف؟ فهذا بالنسبة لthis و that. زي ما قلنا this و that و these و those في حال أجوا في بداية الجملة أو في نص الجملة وراهم اسم. طبعا these و those وراهم اسم جمع، this و that وراهم اسم مفرد، فهم بيعودوا على الاسم اللي بيجي وراهم مباشرة. لكن إذا this و that، these و those أجوا في آخر الجملة وراهم نقطة، فهم بيرجعوا على الأكشن تبع جملتهم نفسه اللي قبلهم مباشرة. أوكي، بالنسبة له which و that، who which و that طبعا هدول relative pronouns. relative بمعنى انه هم بيجي وراهم جملة كاملة، بيجي وراهم noun، subject لهم، verb لهم. اوكي، وهم في نفس الوقت بيشتغلوا كأدوات ربط، بيحولوا جملهم لصفات، درسناهم طبعا في فيديوهات سابقة.
لكن الفكرة هون انه ممكن لانهم هم pronoun ممكن انه يعني هو كضمير بيشتغل كضمير، لكن هذا الضمير له حالة خاصة، هو بيرجع على الاسم السابق له مباشرة، مش هم ضمائر وصفية. يعني هو وجملتها بتشتغل كصفة للاسم اللي قبل هو على طول، فالهو فعليا راجعة على الاسم اللي قبلها مباشرة، الملزق فيها على طول مباشرة قبلها. اوكي، فهذه بيكون الحالات السهله جدا المسؤول انت عنها بالامتحان. يعني اذا اجاك ويتش تحتها خط، على طول تطلع ايش الاسم اللي قبلها، جمع ولا مفرد، بتكون ويتش عائده عليه. مثال على هذا الحكي انه مثلا in the old town I saw a house whose door was black. هلا هنا من ادوات الربط هذول طبعا هم خمسه، who which that whose whom، نفس القاعدة كلهم. عائدة على الاسم اللي جاي قبلها مباشرة، اللي هو بهالحالة بده يكون هاوس، فيعني ما بتتغلب أبدا بالحل. الوحيدة اللي ممكن تغلبنا فيها اللي هي ذات، لأنه ذات لها كذا حالة، صح؟ إنه ذات إذا أجت في بداية الجملة أو في نص الجملة وراها اسم، هي عائدة على الاسم اللي وراها مباشرة، لكن ذات لما تيجي قبلها اسم، مش وراها، هلا بده يكون قبلها اسم، فهي عائدة على الاسم اللي قبلها، في هاي الحالة بتكون وصفية. هذا في حال انه اجاكم سؤال على واحد من هدول الـ demonstratives او الـ pronouns ويسألك انه على ايش بتعود. اوكي، في عنا تمرين طبعا بالكتاب موجود، يعني في ذات الصفحة الباسج موجودة، وبتقول لك انه بتحكي عن موضوع معين، وزي ما انتم شايفين في عندي ضميرين مثلا تحتهم خط في هاي الحالة. السؤال الأول مثلا بيجي بيقول لك the pronoun they in line 3 refers to، هاي هو قال لك they اللي موجود في السطر الثالث وبكون تحته خط وبكون بولد مكتوب، أو أحيانا ممكن يكون بين قوسين، بقول لك هو بيرجع لشو بالضبط. هلا أنا بدي أمسك خيار، أول شيء they جاية في بداية جملتها، يعني في قبلها نقطة، معناته أنا ما بيهمني جملة they، أنا بدي أنتبه على الجملة اللي قبلها اللي بتبلش من in order to survive، هاي الجملة اللي عند النقطة اللي قبل they مباشرة، هاي اللي بدي أدور فيها على الاسم. هلأ أي اسم في الخيارات موجود بعد they في جملة they نفسها بدي أشطبه. فمثلا humid areas إذا بدي أدور عليها قبل they، in order to survive these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage، يعني مش موجودة اصلا هاي الكلمة، مش موجودة لا قبل ولا بعد they، فهي مش موجودة في الجملة تبعت البرونون، هي ممكن تكون موجودة في الجمل السابقة، انا ما الي دخل في الجمل السابقة، انا الي بالجملة تبعت البرونون نفسها اذا كان البرونون في النص او بالاخير، او في الجملة السابقة للبرونون اذا كان البرونون في بداية الجملة. هلا انتبهوا على كلمة insects موجودة بعد الذي، هي من الخيارات، لكن هي وين موجودة؟ هي موجودة بعد الذي مش قبل الذي. اوكي، احنا بس this و those this و that اللي ممكن انه الاسم يكون وراهم فقط، كل الضمائر الاخرى الاسم لازم يكون قبلهم، فاوتوماتيكلي انا بشطبها insect لانها جاية بعد الذي مش قبل الذي. digestive fluids نفس الفكرة، جاية بعد الذي برضو مش قبل الذي، فاوتوماتيكلي بتنشطب. بضل عنا الوحيد اللي بنقدر نستعملها اللي هي these plants، واذا بتلاحظوا يعني هيها هي جمع ومناسبة. هلا ممكن واحد يقول لي طيب ليه ما استعملنا مثلا mechanisms، ما هي برضو اسم جمع وجاي قبل الـ الـ الضمير they، او اسم الاشارة اسم الضمير they. اوكي، pronoun. هلأ اذا كان عندك اكتر من اسم جمع في الجملة السابقة للضمير، ممكن انه يكون اي واحد فيهم هو يزبط، فانا كيف بدي اتأكد انه انا اختياري يكون صحيح؟ اول اشي mechanisms مش موجودة بالخيارات. طيب على فرض انها كانت موجودة بالخيارات، يعني ميكانيزمز موجودة وذيس بلانتس موجودة بالخيارات، بهالحالة انا كيف احدد ذي راجعة على الميكانيزمز ولا راجعة على ذيس بلانتس، لانه التنين موجودين قبل ذي، بشيل ذي وبحط مكانها الاسم اللي انا اخترته. ذيس بلانتس هاف ديجستيف فلويدز، اوكي الجملة صحيحة 100%، لكن اذا قلت ميكانيزمز have digestive fluids، طب كيف mechanisms يعني معناها آليات، الآليات ما فيها fluids digestive fluids، فمين كيف؟ فبده يعتمد على المعنى نوعا ما، بحال انه كان عندي
اسمين بيزبط عليهم الضمير اللي موجود امامي. هلا الضمير الثاني اللي طالبينه منا في السؤال the pronoun it in line 6 refers to كالعاده. انا هلا it جاي في نص الجمله، طبعا جملته بتبلش من عند الفاصله المنقوطه، لانه الفاصله المنقوطه بتشتغل بالضبط زي الفاصله زي النقطه صح، فمنها لاخرها لعند insect. هلا انا اي كلمه بعد it ما بدي اياها، انا بدي قبل it، فبطلع على الخيارات الموجوده عندي. اذا دورت على variety هي مش موجوده اصلا في الجمله تبعت it نهائيا، يعني لو بلشت من the sun dew اللي قبل it لعند اخر لعند insect هي هاي مش موجوده في الجمله تبعتها. sun dew نفس الشيء برضو، حكينا انها هي موجوده في الجمله السابقه لجمله it، لانه جمله it بتبلش من الفاصله المنقوطه اللي من عند when an insect. هلا an insect موجوده في الجمله وthe leaf موجوده في الجمله، بس the leaf موجوده بعد it فهي اوتوماتيكلي بتنحذف لانها غلط. فالحل الوحيد اللي بده يكون صحيح بده يكون an insect اللي هي موجوده قبل it في نفس الجمله من عند when an insect lands on those leaves it. it عائده على الانسكت اللي هي it lands on the leaves. اوكي فهيك بنقدر نندل على هاي المهاره، يعني هاي المهاره تعتبر من اسهل المهارات الموجوده عندنا بالريدنج اللي ممكن تحلها من دون ما تقرا ولا شيء. انت بس بلزمك تقرا سطر واحد اللي هو السطر تبع البروناون نفسه اذا كان البروناون في النص، او السطر اللي قبل البروناون اذا كان البروناون في بدايه الجمله. في عندك تمرين اضافي طبعا، اسئله اضافيه موجود بصفحه 268. اذا انت عم تستعمل بي دي اف كوبي افتح صفحه 277 وان شاء الله يعني حلوا الاسئله. تاكد من اجاباتك في اخر الكتاب، واذا في عندكم اي صعوبه ان شاء الله بنناقش الاسئله في المحاضره القادمه. يعطيكم الف عافيه ونشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. تيك كير ايفري بادي، باي باي.